يا حسين انا محروم والحرمان ذيب ما وصلت قبرك بعض الغاضري يا حسين كل ساعة تمر عندي خسارة شبيدي وانا مهضوم محروم الزيارة مكسور قلبي ما شفت ذيك المنى صعبة يا ابو السجار هالحالة علي مكسور قلبي يا غريب الما شرب ماي ماني مع الزوار لا رايح ولا جاي ما شلت راية بكربلة وما جيت مشاي وما وصلت يا سيدي ذيك الوطي يا سيدي اللي نذبح عنها عطشان والماي من الطفح غرق الودية عالقلب يا صبط النبي يصعب الحرمان كرم علي بالزيارة يا شوفي بعد ايها الغيور ايها الموالي وان كان يا ابن المصطفى ماني بمكتوب وعن هالزيارة سيدي حجبتني الذنوب مثل الحر قبلني ابو السجاد ابا توب تصدق علي بهالطلب وبهالعطية مولاي ابو عبد الله مفطور جبدي سيدي والقلب مجروح كل عام اقول الجاي من حسين باروح تقطت حياتي وايامي تقطت حياتي يا امامي وملت الروح وما جيت قبرك سيدي يا ابن الزكية يا حسين عندي هالطلب يا سيد الناس اقسم عليك بصاحب الجفان عباس يلي بقى جسمك على الغبرة بلا خذنا الضريحك سيدي قبل المنية عندي طلب ثاني ابو الغيرة اريده يلي الشمر حزما حرى وقطاع واريده لو قبل ما زورك متت يا ابني شهيدة قبري دخيلك تعتني بذيك المسيح